الألجيري ما كانتش في إفلاس عكس ما يقال هنا وهناك. الجزائر في حتى لحد الآن ما كانتش في وضعية إفلاس، كانت لها موارد مالية. إذا كان رحنا شفنا الهيكل الاقتصادي الجزائري لا ستركتور ليكونومي الجيريان، نلقوا أن المستوى التنافسية في الأسواق العالمية منخفضة جدا. nous avons une administration qui bloque. الإدارة الجزائرية أصبحت من العراقيل الأساسية للنمو الاقتصادي، والنظام المالي اللي ما تغيرش، اللي بقى في المناهج تاعه القديمة يعني الإدارية، وحتى لي برودوي فينونسي ما تغيروش، بقينا عايشين في كريدي بونكير، ودرنا الانفستيسور فاسو بونكي، وخليناهم في صراعات غير منتهية. يعني إنونكات راح تنطلق في بداية ديسمبر بتمويل من البنود بروغرام دي ناسيونز يوني بور لو ديفلوبمون. راح نشوفوا الامباكت او تاثيرات لا كريز سانيتير على المؤسسات وعلى الافراد او على العائلات او على لي ميناج. جو بونس كو جانفي تكون عندنا معطيات تري تري بروش دو لا رياليتي، باسكو راح تكون انكيت سور لو تيرا. افريل وماي وجوان قدمت هذه التسئيلات للمؤسسات، عطاو لهم بعض الإعفاءات الضريبية، ثم عطاو لهم الإمكانية تأجيل دفع الضرائب، ولو أن الضرائب انخفضت كثير لأنه يقولوا ما عندناش نشاط دونك ما يدفعوش بزاف. عطاهم لا بوسيبيليتي باش يأجلوا الدفع تاع الضرائب حتى لسبتمبر، وزادوا لهم حتى لديسمبر. في البداية قلت كانت عندنا 60 مليار، بكرنا بالك 52 مليار، في آخر السنة 48 مليار. ما زالت عندنا مارج، ما نزال عندنا هامش باش ما نروحوش لهذه البنوك هذه أو الاستدانة الخارجية. بار كونتر إلا ما قمناش بالإصلاحات ساريسك داتر لافوا أوبليغاتوار. لكن أنا متفائل باللي بفضل الإصلاحات اللي تكون في 2021، زيد نأكد على هذه النقطة، هذه 2021 إصلاحات أو الانهيار. مخطط الإنعاش لابد أن يكون تشاركي، يعني كل الفئات في المجتمع تشارك في هذا في بناء هذا المخطط وتعطي رأيها. لابد أن نحافظ على استقلالية القرار، وخاصة القرار السياسي. إذا كان رحنا مثلا المديونية رح نفقد جزء من هذا الاستقلالية. لابد أن نفكر في استغلال كل الموارد الوطنية، موارد طبيعية والبشرية. ربما عندنا الوسائل باش ننطلق في هذه الإصلاحات. في 2021 عندنا الرؤية، عندنا الإطار المؤسساتي، كاين لا فولونتي، حاجة ما تمنع باش ننطلقوا، تبقى بالك الشجاعة تاع كل مسؤول.